أنت استشاري في أمراض القلب، ما الأشياء التي يكرهها القلب؟ القلب يكره أشياء كثيرة. أكره ما يكره القلب الارتفاع الكوليسترول، وهو أخطر شيء على شرايين القلب. الكوليسترول اللي يقصد فيه دهن يعني، ولا وش الكوليسترول؟ الكوليسترول وش هو؟ الكوليسترول مادة دهنية في الجسم يستخدمها الجسم لبناء الخلايا. طيب. وهذه المادة إذا زادت عن حدها يرسبها الجسم في الشرايين، يحفظها زي البنوك، إذا بغاها يطلبها. المشكلة أنها تترسب في شرايين خطيرة زي شرايين الرأس، زي شرايين الرقبة، زي شرايين القلب، زي الشرايين السفلية، تصير جوا الشريان، جوا السريان تترسب. هذا الترسب يزداد مع الوقت، وإذا اجتمع عليه الترسب هذا تدخين ولا ضغط ولا سكري ممكن يسبب له انفعال من الانفعالات، إنه الكوليسترول هذا تجيه جرح تجي فوق الجلطة، وهذه السبب الأول للوفيات. فلذلك نقول أخطر شيء على القلب في العالم مو بس عندنا ارتفاع الكوليسترول. الكوليسترول هذا هو أسوأ، أكره شيء يكره القلب ارتفاع الكوليسترول الضار. طيب هذا واحد. فأنت كصحيح إنسان صحيح ما المفروض أن كوليسترولك ما يزيد عن 130. 130 المفروض الكوليسترول ما يتعدى 130. 130 الكوليسترول الضار ما يتعدى، إذا تعدى لازم تروح لطبيبك وتناقشه. قبل شوي تقول الضار، في كوليسترول نافع؟ إيه، الكوليسترول لما تجي التحليل، وهذا مفهوم خاطئ يقع فيه كثير من الناس، يقول لك الكوليسترول عندي قالوا لي 200 وشوية، وكيف أنت تقول 130؟ إيه، أغلب المستوصفات تسوي لك التحليل الكوليسترول العام وتسكت. أنت لا، روح قول أبغى الكوليسترول الضار حقي. ليش؟ لأن هذا المختبر بيتعب، بيسوي الكوليسترول العام وبيسوي الدهون الثلاثية وبيسوي الكوليسترول الحسن وبيحسب الكوليسترول الضار، بيطلع على جنب، فهذه تعبهم زيادة. فالمفروض ما يتجاوز 130. المفروض الضار ما يتجاوز 130. وإذا تجاوز 130؟ 130 عاد تروح للطبيب وتناقشه. قد يكون عندك ارتفاع في الغدة الدرقية لازم يعالجها، قد تكون تاخذ ادويه ترفع الكوليسترول الضار، بيعطيك حميه، ما نزلت الحميه تحت 130 لازم تاخذ علاج.